الخميس الموافق للسادس عشر من شهر يوليو لعام 2020، فأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي بينت: الملك أيده الله، تعزيز كل مساعي الدعم لذوي الدخل المحدود، التأمينات الاجتماعية لا مساس بحقوق من يستلم معاشين من التقاعد، تمكين مضاعفة مبالغ الدعم للمؤسسات الأكثر تأثرا. وإلى عناوين صحيفة الوطن والتي استهلت: الملك، مساندة مصر في إجراءات حماية أمنها واستقرارها والدفاع عن الأمة العربية، 763 مستفيدا من مزايا بالنصف الأول. ومع صحيفة البلاد والتي نشرت: جلالة الملك المفدى أيده الله، نقدر التعاون الإيجابي بين السلطتين لتحقيق استدامة الصناديق التقاعدية. أما صحيفة أخبار الخليج فقد نشرت على صدر صفحاتها: برعاية رئيس الوزراء، مدرسة AMA الدولية تقيم أكبر حفل تخرج في مملكة البحرين، الأعلى للشؤون الإسلامية، استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية، البحرين الوطني يحصد جائزة أفضل مسيرة تحول مصرفية بالشرق الأوسط. إلى الملف الأبرز في صحافة مملكة البحرين لطبعات هذا اليوم، وهو الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا. ونبدأ مع هذا الخبر من صحيفة أخبار الخليج، حيث أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى يده الله ورعاه خلال زيارته للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين. أشاد أيده الله بالإسهامات والجهود الصحية الكبيرة والمتواصلة التي تقوم بها قوة دفاع البحرين لمواجهة فيروس كورونا. إلى ذلك، نشرت صحيفة الأيام أن معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين أعلن عن زيادة حجم ميزانية برنامج دعم استمرارية الأعمال لمضاعفة مبالغ الدعم للمؤسسات في القطاعات الأكثر تأثرا من جائحة فيروس كورونا، وذلك لثلاثة شهور أخرى. كما وبين صحيفة أخبار الخليج أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعلن عن استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار الفيروس. فيما لفتت صحيفة الأيام أن رئيس الأوقاف الجعفرية يوسف الصالح أكد عن عزم إدارة الأوقاف الجعفرية لعقد اللقاء السنوي للمآتم والمواكب الحسينية في محافظات مملكة البحرين في شهر أغسطس المقبل، الخروج بتصور مناسب لإحياء مناسبة عاشوراء بما يتناسب مع الظروف الصحية السائدة. الأيام بيّنت أن اللجنة الأولمبية البحرينية عقدت اجتماعاً مع عدد من الاتحادات الرياضية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالصالات والملاعب الرياضية بعد قرار عودة الدوريات المحلية. نشرت صحيفة الوطن مقالا للدكتورة انتصار البناء، والذي جاء بعنوان: ماذا عن جودة العمل عن بعد؟ فإلى المقال. المكاتب ستصبح شيئا من الماضي، هذه المقولة تتداول على نطاق واسع في البحث عن مستقبل العمل عن بعد. كل ما سيحتاجه الموظف جهاز حاسوب وخط إنترنت بكفاءة عالية وبرمجيات خاصة للتواصل في العمل عن بعد. يضاف إلى ذلك الحديث عن فوائد العمل من المنزل لنفسية الموظف وأثره في التقليل من زحام الشوارع والتقليل من حوادث السيارات والتلوث الناجم عنها.
وقد أتاح وباء كوفيد-19 فرصة ذهبية لاختبار فرضية العمل عن بعد وتجريبها، كما أعلنت عدة شركات كبرى عن تبني العمل عن بعد كسياسة عامة في العمل. إلى أخبار صحيفة أخبار الخليج التي نشرت أنه برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أقامت مدرسة AMA الدولية حفل تخريج الفوج 12 من طلبتها لدفعة عام 2020، وذلك بمنطقة خليج البحرين. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب محميد المحميد والذي جاء بعنوان قطر الطيران في المسار الخطأ. إلى المقال. الطريق إلى العاصمة الرياض معروف ومباشر وليس بحاجة إلى اتخاذ طريق آخر عبر طهران أو إسطنبول أو لاهاي أو مونتريال أو غيرها، فكل تلك الطرق هي طيران في المسار الخطأ ولن توصل إلى الوجهة الصحيحة. منذ الأمس وإعلام الجزيرة القطرية ومنابرها وأتباعها يصفون قرار محكمة العدل الدولية بأنه انتصار للنظام القطري، وفي هذا تدليس وخداع للرأي العام القطري وطمس لحقائق الأمور، والمثير أن الإعلام الإيراني برز في المشهد، شارك بإصرار في تلك الخديعة ليس حبا في قطر وأهلها، ولكن لأن إيران تربح من خلال استخدام قطر للمجال الجوي الإيراني 133 مليون دولار سنويا، وإذا عرف السبب بطل العجب. إنما قامت به مملكة البحرين والسعودية والإمارات ومصر هي إجراءات سيادية كفلها لها القانون الدولي لضمان أمن واستقرار بلادها وحمايتها من الإرهاب القطري وتمويله للجماعات المتطرفة وتدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول وخطابات الكراهية والتحريض ضد الأنظمة. ومن صفحات أخبار الخليج نقرأ أن بنك البحرين الوطني حقق جائزة أفضل مسيرة تحول مصرفية في الشرق الأوسط لعام 2020 بحفل جوائز يورموني الشرق الأوسط للتميز. تحولوا إلى صحيفة الوطن والتي نشرت أن المهندس باسم الحمر وزير الإسكان كشف أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 763 مستفيدا. نقرأ كذلك من ذات الصحيفة أن الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور عبد الغني الشويخ ورؤساء الجامعات بحثوا في اجتماع عن بعد الإجراءات المستقبلية التي ستقوم بها مؤسسات التعليم العالي استعدادا للعام الأكاديمي المقبل. لفتت صحيفة الوطن أن مركز الوثائق التاريخية بمركز عيسى الثقافي سيقيم مساء الاثنين المقبل ندوة حوارية عن بعد بعنوان مئوية الانتخابات في البحرين، والتي تأتي تحت رعاية رئيس مجلس الشورى عادل الصالح. إلى أخبار صحيفة الأيام، حيث صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية رصدت صفحات مجهولة على موقع فيسبوك تحمل أسماء صحف محلية تقوم بنشر أخبار مزيفة وتحتوي على روابط خبيثة تؤدي إلى اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة. هذا وكشف مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور عصام العلوي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة المنصة الوطنية لخبراء البحرين، كشف أنه تم الانتهاء من المرحلة الثالثة لتدشين المبادرة والتحضير للإطلاق التجريبي للمنصة الإلكترونية.
نقرأ من صحيفة الأيام أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي قالت إن قرار وقف الزيادة السنوية على جميع المعاشات والبالغة 3% سيتم تطبيقها بدءا من شهر أغسطس المقبل. صحيفة البلاد نطالع أن إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية قالت إنه تم منع 14 صيادا مخالفا للقرار الوزاري بحظر صيد الروبيان خلال هذه الفترة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها. الشباب ورسالة التنمية عنوان مقال للكاتب عبد علي الغسرى والذي نشر في صحيفة البلاد، وقال فيه الكاتب ما يلي: للشباب دور ورسالة، فهم جزء أساسي في الحياة والتنمية الوطنية. الكثير من الشباب يتمتعون بمهارات في مختلف المجالات. اهتمام الدولة بالشباب يكون ضمن أطر وتوجهات تنسجم مع طبيعة الشباب الوثابة وبما تحمله عقولهم التي تزخر بالابتكارات والإبداعات. ولأهمية الشباب وما يملكون من مهارات، حددت الأمم المتحدة يوما من يوليو من كل عام للاحتفاء بمهارات الشباب في جميع المجالات، حيث تنظم اليونسكو احتفالاتها هذا العام تحت شعار مهارات لشباب مرن في عصر كوفيد-19 وما بعده، حيث ستنطلق أنشطة الاحتفالات عن بعد بسبب جائحة كورونا. إن تمكين الشباب وصقل مهاراتهم حق من حقوقهم الوطنية والإنسانية، وتساهم في حصول الشباب على أعمال دائمة وبأجور جيدة بعيدا عن الأجر المتدني والأعمال ذات الدوام الجزئي أو المؤقت. بيّنت صحيفة البلاد أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدأت في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مشروع الصرف الصحي في منطقة السهلة بمجمع 441. وبهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.